الكبريت، الكبريت الأحمر. ده حاجة وده حاجة. الكبريت جرمين، هقول لك جرمين إيه بالنسبة لي. كل واحد في الدنيا عنده اتنين، عنده شخصيتين، صح؟ صح. في الشخصية الطيبة وفي الشخصية الشريرة، أنهي بيتغلب عن التاني هو ده اللي مهم، صح؟ أنا بشوف داليا في الحياة الطيبة اللطيفة اللي بتعمل مع الناس كلها بلطافة، جرمين النقيض بتاع داليا، النقيض بكل المقاييس. هي متعالية جدا، مغرورة قوي، شايفة نفسها حلوة قوي، مبسوطة بكلام الرجالة الحلو ليها، ودي كل ست طبعا، بس يعني هي عندها زيادة شوية. أنا حبيت اللي أنا مش قادرة أعمله عملته في جرمين. فاهمة أقصد إيه؟ اللي أنا مش قادرة أتعامل بيه مع البشر، الأجريسيف، المغرورة اللي عاملة كده، اللي بتعامل الناس بمنتهى التعالي، اللي بتحب نظرة الرجالة. نفسي أعيش الحالة دي، نفسي أعيش الحالة دي. فلقيتها في جرمين، فاهمة؟ فحبيت جرمين. أنا بحب جرمين قوي قوي بجد يعني. وفي مشاهد زي المشهد اللي انتي منزلاه ده، المشهد ده من أحب المشاهد لقلبي بصراحة. أنا همشي واسيب البيت ده. مالك بتبصلي كده ليه؟ أنا مش طايقك، مش طايق نفسك، مش طايق شكلك، مش طايق وشك. ابعد عني، أنا معرفكش انت كده. أنا بحبها، 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 وهاخدها وابعد عن هنا. مش هبعد عنها تاني ابدا، هبعد بعيد عن البيت ده. انت ابعد عني، ابعد عني.